المزمور 112. هللويا، طوبى للرجل المتقي يهوى المسرور جدا بوصاياه. نسله سيكون قويا في الأرض، جيل المستقيمين يكون مباركا، يمتلئ بيته مالا وغنى، وبره يدوم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، يدبر أموره بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. الصديق يكون ذكره أبدي، لا يخشى من خبر سوء. قلبه ثابت متكل على يهوى، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى عاقبة مضايقيه. يوزع بسخاء ويعطي الفقراء، وبره يدوم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد، الشرير يرى فيغضب، يصر أسنانه ويذوب، فشهوة الشرير تبيده.